بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتكلمنا عن بروجكت مانجمنت، اداره المشروعات، وقلنا ان هي مش حاجه خاصه بان انت تعمل مشروع كبير، او مش مقصود بيها ان احنا نبني عماره او برج. لا، ده ممكن تبقى في نظام بتشوف حياتك كلها تمشي ازاي، تدير حياتك، تبقى اداره حزب سياسي، اداره حزب اجتماعي، اداره للحاجه اللي انت ماسكها او الحاجه اللي انت مسؤول عنها. فالكلام اللي احنا بنقوله بتلاقي ان هو ممكن يتنفس في مثلا انت بتعمل حفلة فعايز تنظم الحاجة تحصل ازاي، رايح مثلا رحلة فبتنظم تحصل ازاي، في مثلا عايز تبني حاجة فبتنظم البنى ازاي، بتنظم الموارد بتاعتك. ففي برامج بتساعد في الموضوع دوت. اشهر برنامج في البروجكت مانجمنت برنامج البرومافيرا، وفي برنامج اسمه اوبن بروج، ده اوبن سورس ببلاش ومجاني، فيه شوية امكانيات حلوة. بس احنا النهاردة هنشرح برنامج البريمافيرا، لان هو ده اشهر برنامج في ادارة المشروعات. الواجهة بتاعته سهلة وبسيطة، هنتعرف عليها واحدة واحدة. اول حاجة هاجي هنا اقول له اظهر لي النافيجيشن بار بوتوم، واقول له اظهر لي الدايركتوري، بحيث ان انا ابدل بين المشاريع، ابدل بين الريسورسز، بين الريبورتس زي ما انا عايز. هظهر كوماند بار بوتوم تكست، بحيث ان انا اتحكم في مثلا هنسخ حاجه كده، تمام. فممكن اجي هنا اقول له من بروجكتس، هاجي هنا اقول له انا عايز اضيف مشروع جديد، فبيقول لي ماشي، اختار الاي بي اس انتربرايز بروجكت ستراكشر، بقول له ماشي. بروجكت اي دي بتدي له اسم البروجكت، نيم بتدي له اي دي بتاعه، بتقول البروجكت نيم مثلا وليكن مثلا بي اي ام. نيكست بيقول لي البلاند ستارت، انت مخطط ان هو يبدا امتى والفينش بتاعه امتى. انا عاده بنسيبه فاضي ليه؟ انا عايزه هو يحدد هينتهي ايه من خلال المهام اللي انا هديها له. يعني انا قلت له مثلا في اول مهمة هتبدأ من يوم كذا ليوم كذا، طب المهمة اللي بعديها من كذا لكذا، طب اخر مهمة تنتهي يوم كذا، يبقى ده المفروض تخلص. ممكن في بعض الاوقات تضطر ان انا اكتبها لو انا مقيد بتاريخ انتهاء، يعني هو الراجل قال له هديك المشروع دوت بس لازم يخلص على اول السنة، تمام. فانا لازم ادخله ماست فينش، بحيث ان انا اضغط المهام اللي موجودة انها تخلص في اليوم دوت، تمام. فانا دلوقتي هسيبه فاضي، والعادي في المشاريع احنا بنسيبها فاضي. نيكست نيكست كالعادة بنقعد ندوس نيكست نيكست. طيب فينش، تمام خلاص، ادهو نيو بروجكت موجود معايا، تمام. باجي هنا واقول له اوبن بروجكت، افتح لي المشروع دوت. طيب انا هو فتح المشروع دوت، هبدأ انا اشوف ايه اللي انا ممكن احط فيه المهام اللي موجودة عندي وابدأ اظبطها. اقول له اد، بيقول لي اكتيفيشن اي دي، اكتيفيشن نيم، دبليو بي اس دي ورك بريك داون ستراكشر، مجرد تنظيم بس لا اكتر ولا اقل. نيكست اكتيفيشن تايب، ريسورسز، بتبدا تحط ريسورسز، الريسورسز دي خاصه بالشركه مش بالمشروع. في عندي حاجات خاصه بالشركه في اللي هي الانتربرايز، وفي عندي حاجات خاصه بالبروجكت، تمام. لو انا عندي ريسورسز ببدا احطها، تمام. نيكست الليبر يونت، النون ليبر يونت دي اللي هي خاصه بالاكيوبمنت، ديوريشن. نيكست نو كونتينيو، بيقول لي عايز تحط ديتيلز، مور ديتيلز، فينش، تمام. دي حاجه بس مبدئيه، هو المفروض الحاجات دي كلها اصلا بظبطها، هي بتظبط مره واحده بس وبعد كده بنشتغل عليها على طول. باجي هنا بقول له من انتربرايز ريسورسز، وحدد الريسورسز اللي موجوده للشركه كلها، تمام. انا هنا عندي اي دي، عندي اكتيفيشن اي تي، وعندي اكتيفيشن نيم، دي الحاجات اللي ظاهره عندي. ممكن ابدا اخصصها بمعنى ايه؟ هقول له كولومز، هقول له اني كولومز اللي عايز تظهر عندي واني كولوم اللي انا مش عايز تظهر عندي. يعني فرض مثلا ان انا مش عايز حاجه من هنا، بوقف عليها وادي له سهم الناحيه دي تختفي، او اظهر حاجه اخليها تظهر الناحيه دي. ممكن اعمل لها داون، يعني عندي ستارت وفينش وتوتال فلوت، ونعرف ايه الحاجات دي دلوقتي. عايزه مثلا يظهروا قدام شويه، وتوتال فلوت.
طبعا ستارت اوف فينيش البلانت ده الحاجه اللي مخطط انها تحصل، لسه واحده واحده هنكتشف كل حاجه في البرنامج. اوكي طيب، انا الستارت عندي يوم 30/30 والفينيش يوم كذا، تمام. طيب وهنا مثلا هقول له لا ده انا عايزه 3 ايام مثلا، اي وليكن مثلا انت معاك مشروع مثلا تشتغل فيه او حاجه معاك مثلا، وليكن مثلا تعال نتخيل ان احنا هنعمل مشروع حقيقي. فانا بقول مثلا اول حاجه ان انا احط الاساسات فاونديشن على سبيل المثال، هو ده مثال بختاره يعني دلوقتي فاونديشن فاونديشن تمام. وقلنا مثلا هياخد قول مثلا 10 ايام، تمام. طب لو قلنا في مشروع تاني موجود اد وضفت مشروع تاني، هو اكتيفيشن اي دي اوتوماتيك بيزود. قلنا بعد كده مثلا بعد الفاونديشن وليكن مثلا بدأنا نحط الكولوم بتاع الدور الجراوند، تمام. طيب هل المشروع ده هيبدأ معاه ولا لازم ده يخلص وبعد كده ده يبتدي؟ اه ده لازم ده يخلص وبعد كده ده يبتدي، يبقى هشد من هنا لهنا. دي معناها ايه؟ يعني ده لما ده يخلص ده يبتدي فينش ستارت. طيب ما حصلش حاجة، ما حصلش حاجة ليه؟ لأن لسه لازم ادوس اف سكادول او اف 9، بقول له سكادول خلاص هو بيرتب ان دي مع دي، واجي هنا اشغل الريليشن لاينز فيقول ان دي مرتبطه بدي، ان اول ما الفاونديشن يخلص يبدا في الكولوم جروب. طب الكولوم جروب انا عايز قد ايه؟ اقول له مثلا 4 ايام، خلاص يبدا يظبطها 4 ايام. والشريط اللي تحت دوت هحدد منه العلاقه بينهم ايه؟ يعني هنا مثلا علاقه فينش تو ستارت. طب لو انا محدد اللي فوق، خلي بالك الجزء ده سابق والجزء ده لاحق، الجزء ده اللي هو الحاجة اللي قبليها وده الحاجة اللي بعديها، تمام. طيب هنضيف مهمة تانية عشان نشوف الموضوع، هقول له اد واقول له مثلا الكولوم بعد كده مثلا هنعمل الوول. الوول طيب الكولوم الأول وبعد كده الوول، الوول قول مثلا 6 ايام. طيب هقول له بقى الكولوم من هنا لما يخلص ابدأ في الوول. طيب عشان يحس بالموضوع لما اقول له سكادول لما اف 9، تمام اهي. طيب عايز ازود مهمه كمان، هقول له مثلا الويندو واقول له عندي مهمه كمان الدور، تمام. طيب الوول لما يخلص، اه انت ممكن تشده يبدا يتحرك معاك، اقول له لما الول يخلص خش لي في الدور، ولما الول يخلص خش لي في الويندو. يبقى لما الول يخلص تبدا تدخل في الاثنين دول، والدور اديها مثلا 3 ايام وهنا ادي له 4 ايام مثلا، تمام. طيب هقول له سكادول عشان تظهر معانا، سكادول سكادول او اف 9، تمام. هاجي هنا اقول له ايه؟ تزود لي اكتيفيشن كمان، اقول له مثلا خليها نقاشه مثلا بينت. طيب لو قلنا النقاشه دي مثلا خاصه، مثلا ان النقاشه دي خاصه بالوول، فهل لا يعني احنا عايزين نفترض مثلا ان انا عايز كل اللي انا عايزه ان البنت ديت هتخلص بعد الوول، تمام، او بعد الدور، خلينا نخليها بعد الدور، يعني الدور ده اول ما يخلص يبدا في النقاش، ماشي. طيب وانا عايز اقول له بقى حاجه تانية، الويندو والدور، الويندو والدور خليها فينش تو فينش. يعني ايه فينش تو فينش؟ يعني الاتنين لازم يخلصوا مع بعض. هاخد دي كده فينش مع فينش للدور، معناها ايه؟ ان الويندو والدور يخلصوا في نفس الوقت مع بعض. نقول له سكادول او اف 9، اي العمليه شكلها متعادة بس هي مش متعادة ولا حاجه خالص،
تمام. طيب بفرض ان انا عندي بقى مهمة تانية المفروض هتتم بس مش مرتبطة بدول، يعني ايه؟ وليكن مثلا البلاط، البلاط مش لازم يكون الجراوند والدور خلصانين، ده على سبيل المثال انا بفترض بس معاكم حاجة كده عشوائي. طيب او نفترض ايه مثلا، اعمال الكهرباء، اعمال الكهرباء مش مرتبطة بالابواب والشبابيك. طيب لو انا قلت كده اد الكتريكال تمام، واديتها مثلا يومين وقلت له الول دوت اول ما يخلصه خش في الالكتريكال، طيب واقول له ايه سكادول، ايه اللي حصل؟ هتلاقي ان كل دول واخدين لون احمر والالكتريكال واخده لون اخضر. طب اشمعنى؟ هنا الالكتريكال مش مزنوقه في الوقت، يعني هي لو ما تمتش في اليومين دول مش مرتبطه بتسليم مشروع، تسليم مشروع مرتبط باخر باطول مسار اللي هو المسار الحرج تمام. يعني لو جيت تبص كده، لو انا مثلا في وقت من الاوقات الول ده خد وقت اكتر من وقت، المفروض دي تخلص في 6 ايام خد 8 ايام، يبقى بعد كده الويندو والدور هيتاخروا، معنى كده ان الشغل كله هيتاخر. انما لو الول تم في ميعاده والالكتريكال زودنا يوم او يومين، بدل ما يخلص في يومين قعد 4 ايام او 5 ايام، مفيش مشكله خالص، لان كده كده لسه اصلا تسليم المشروع بعدين. فهمنا الفكره؟ يعني انا اهم حاجه بالنسبه لي المسار الطويل. لما حد يقول لي ان في دروب او في نقص في مهمه مش هتسلم في ميعادها، او في اكتيفيشن اكتيفيتي مش هيتسلم في ميعاده، اقول له الاكتيفيتي دوت على المسار الحرج ولا عادي في مسار عادي خالص؟ لو في مسار عادي مفيش مشكله، انا عندي براح ان انا اسلمه في اليوم اللي بعديه او في اليوم اللي بعديه او في اليوم اللي بعديه، مفيش اي مشكله خالص تمام. لما هعمل كده اشوف حاجه اسمها توتال فلوت. ايه التوتال فلوت؟ موجوده هنا اهي توتال فلوت. ايه التوتال فلوت؟ التوتال فلوت ده يعني انا عندي امكانيه ان اتاخر كام يوم، عندي امكانيه ان اتاخر كام يوم. فانا بالنسبه لي هنا في الالكتريكال هو الوحيد اللي مش على المسار اللي فيه مشكله، فلو حصل تاخير في الكهرباء هو عندي براح 6 ايام، لو اتاخرت يوم يومين ثلاثه مفيش مشكله خالص، المهم لما المشروع يخلص في اخر يوم فيه هتكون الكهرباء خلصانه تمام. هو المثال مش ممكن يكون مش مظبوط تكنيكال، بس هو ده يعني ايه اللي جعل ذهن الواحد البرنامج ده. في ناس بتستخدمه في انها تنظم مثلا حفله، في ناس بتستخدمه انها تنظم حاجات في الكيمياء تمام. احنا فكره بس ان احنا نفهم العلاقه بين الحاجات، نفهم واجهه البرنامج. ان شاء الله بعد كده نمسك مشروع حقيقي كده ونشتغل فيه تمام. الجزء دوت خاص بان هو بيعرض لي الاكتيفيتيز، هنا بيعرض لي الوقت، وممكن اجي هنا اقول له تايم سكيل واقول له انا عايز مثلا بالمانس بالويك اند داي، عايز اشوف يعني ابدا اظبط الجدول بتاعي، اقول له عايز مثلا بالير بالكوارتر بالويك زي ما انا عايز تمام. وهنا بيعرض لي المعلومات الخاصه بينا، يعني مثلا يقول لي الريليشن شيب بين العنصر اللي انا واقف عليه والعنصر في عنصر مثلا مرتبط بيه، فينش تو فينش، فينش تو ستارت، ستارت تو فينش، فينش تو فينش زي ما انا عايز. الريسورسز لسه احنا ما دخلناش في موضوع الريسورسز ده، مجرد بس استعراض للبرنامج بسيط جدا. برنامج زي ما انتم شايفين سهل ومفيش اي مشاكل خالص، واحدة واحدة ان شاء الله هتلاقي البرنامج سهل جدا، وهتلاقي ان انت بتستخدمه مش مجرد في الشغل، لا ده مجرد انت مثلا ايه عندك حفلة، عندك حاجة عايز تعملها، بتخطط مثلا انت تصمم موقع على النت او بتفكر ان انت تربح من على النت، فبتقول اه ده مطلوب مني كذا كذا كذا، فتلاقي ان انت بتنظم المشروع بطريقة سهلة جدا. اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط، واتمنى ما نكونش طولنا عليكم. أخوكم عمر سليم.